وهذا الحديث العظيم في صحيح مسلم أورده الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لسورة البروج، وهو حديث فيه خمسة أشخاص هم من أبرز يعني من ذكر في هذا الحديث، وهناك غلام صغير أنطقه الله تعالى في المهد. الشخص الأول ملك من الملوك، والشخص الثاني ساحر يعمل لهذا الملك، والثالث رجل هو جليس للملك، جليس الملك، والرابع، وهذا الجليس الثالث أعمى ابتلي بالعمى، والرابع راهب يعبد الله تعالى، والخامس غلام فتى. فهؤلاء خمسة أشخاص: ملك، وساحر يعمل لهذا الملك، وجليس أعمى يجالسه، وراهب يعبد الله تعالى، وغلام وهو فتى. وهذا الحديث ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه فوائد وعبر، وهنا أورده المصنف الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب الصبر. قال: كان ملك في من كان قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر أي هذا الساحر قال للملك: إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. قال طبعا الملك بيتعامل مع الساحر، والملك مدعي الربوبية، الناس بيعبدوه، والساحر ده بيعمل له، بيتعامل مع الساحر والساحر بيعمل السحر وبيوهم الناس وشغال مع الملك، والساحر كبر في السن، فقال للملك: ابعث إلي غلاما أعلمه السحر، عشان يبقى خليفة بعدي في السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه، وكان في طريقه أي في طريق الغلام من بيته إلى مكان الساحر، وكان في طريقه إذا سلك أي مر بالطريق راهب، هذا الراهب في صومعة أو في مكان كحجرة يعبد الله تعالى فيها، فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه. الغلام قعد للراهب، والراهب العابد زمان، بعدين قعد للراهب ده وعجبته عبادة الراهب ده الغلام. وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه، يضربه على التأخير، فشكى ذلك إلى الراهب، الغلام شكى ذلك إلى الراهب، فقال: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. قال: فبينما هو على ذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل. جاي في الطريق وبعدين لقى دابة عظيمة حبس الناس يعني ذي ثعبان، وقال: الليلة بعرف الراهب دلو عليه حق وأفضل هو ولا الساحر. فأخذ حجرا أي هذا الغلام، فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة، اللهم إن كان أمر
الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها ومضى الناس. بعد شنو يتيقن إنه الراهب عليه حق والساحر شنو عليه باطل. ودي فيها فائدة، الإنسان الدائر الحق ده الله بوصله للحق، الله بوصله. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. شكي رب العزة والجلال قال للرسول عليه الصلاة والسلام: أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. وقال تعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. قال فرماها فقتلها ومضى الناس. فأتى الراهب فأخبره، جاء الراهب وقال له حصل كذا وكذا. فقال له الراهب: أي بني أنت اليوم أفضل مني، أنت الله استجاب دعوتك وأنت أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، أي أنك تدعو الله فيستجيب دعاءك، وإنك ستبتلى، وإنك ستبتلى. ودي فائدة، إن الإنسان يا جماعة على الحق ده بيبتلى، خاصة الدين، الدين ده فيه ابتلاء، بس أنت أصبر أصبر، والدين ده الله بمشيه سبحانه وتعالى. عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام الذي جاء بهذه الدعوة من عند الله فارق الدنيا، لما مات الدين ما وقف ماشي، وشالوه الصحابة ونشروه وماتوا والدين ماشي، والتابعون وأتباع التابعين والأئمة الأربعة وغيرهم من الأئمة، وما زال الدين وما زال الدين يمضي يمضي. فلذلك أنت تخاف على نفسك، الدين ده الله حارسه أو الله حافظه، لكن أنت تخاف على نفسك أنت وتجتهد أنت في الطاعة، وتعلم أنك ستبتلى ستبتلى. طيب قال: وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي. هل هذول بتمتحن؟ وكان امتحان، وكان جاك الامتحان، ما تدل علي، ما تقول للملك علمني الراهب. قال: فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص، وهذا من فضل الله عليه، يبرئ الأكمه والأبرص. الأكمه قال بعض العلماء هو الذي يولد أعمى، الذي يولد أعمى، والأبرص معروف مرض البرص المعروف. ويداوي الناس من سائر الأدواء، هذا الغلام من الله تعالى عليه، فكان مستجاب الدعوة وكان يلجأ إلى الله ويسأل الله، فيشفي الله تعالى من سأل الله له، من سأل هذا الغلام الله له. طيب قال: فسمع جليس للملك كان قد عمي، فأتاه بهدايا كثيرة، فقال: ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني. الجليس بتاع الملك، الملك قال: الهدايا دي كلها حقتك، ما سمع به، قال لي بس تشفيني، بس أنا دار أشوف. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. اللي بيشفي منه الله سبحانه وتعالى. ودي الفرق بين الزول الصالح والزول غير الصالح، والله ادانا أمثلة في القرآن. الزول الغير الصالح بينسب الفضل لنفسه، زي قارون قال: إنما أوتيته على علم عندي. والزول الصالح الجد الله ذاته كانت ذكر كرامة، بينسب الفضل إلى الله تعالى. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها شنو؟ رزقا. قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. شكي زول انت قلت لا أسأل لي الله،
قال لك شغلتك دي مقضيه ونحن وعدناك اصل وعدنا ده ما بيخلف، اعرفه ده زول دجال ومجرم. وان قال لك يا زول انا ما عندي شيء انا بسال لك الله والله هو اللي بيديك، اعرفه ده زول شنو؟ ده زول صادق. قال انما يشفي الله تعالى، فان امنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك. ودي فائده برضو من الفوائد. العلماء قالوا الرقية، بعضهم قال الرقية كالفأس، كالرجل الذي يريد أن يقتلع شجرة وعنده فأس، فإن كان قويا مع قوة هذا الفأس اقتلع شنو؟ شجرة. وإن كان ضعيفا، وإن كان الفأس قويا فإنه لا يستطيع شنو؟ اقتلاعه. القرآن ده ما أقوى شفاء، لكن الزول اللي بيقراه ذاته يقينه في الله شنو؟ هل بيقرا بس تجربة ساي؟ والزول اللي بيقروا له ذاته هل هو شاك في القرآن ولا يقينه تمام؟ شاكي زول مؤمن تمام، المريض يكون مؤمن ويقينه في الله إنه الشفاء بيد الله، والزول الراقي يكون مؤمن ويقينه في الله إنه الله قادر يشفي، ويقرأ قرآن فيجمع بين الأمور الثلاثة، بين قبول المحل وده في المريض، وبين قوة المستعمل وهذا الذي يرقي، وبين قوة الدواء وهذا هو القرآن. فإذا اجتمعت الثلاثة نجحت الرقية الشرعية. طيب قال له فإن آمنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك. أنت آمن بالله، والجليس ده فيه خير وأنت عارف الخير أسي. قال فآمن بالله تعالى فشفاه الله تعالى، ذا الجليس آمن وده سأل لي الله والله طوالي شنو؟ شفاه. وهذا فيه فائدة، وهذه فيها فائدة أن الله على كل شيء شنو؟ قدير. قدير، ما تيأس، ما تقول المرض ده خلاص ده أصله بكتلة الزول بكتلة. الزول تلقى عنده سرطان، سرطان ده مش مبهي للزول 40 سنة تلقى عايش به سرطان واحد ولا عنده نزلة، امرق من المسجد تطق عربية خلاص ماشي. ولذلك انت الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. الرجل ده بعد الله شفاه، لو كان ما فيه خير كان ارتد من الدين، بس قال أنا خلاص وكده بقيت كويس ارتد، لكن لأن الله تعالى يريد به خيرا أدخل الإيمان في قلبه، فصار الإيمان أحب إليه ليس من البصر فحسب بل من الدنيا بما فيها. طيب قام قال شنو؟ قال فشفاه الله تعالى فأتى الملك، الجليس زجل الملك وكل يوم بيجلس معه، فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك من رد عليك بصرك؟ هذا قال لن رجع عليك بصرك، من في رب يقول كلام زي ذا يا جماعة؟ وإنت لو رب ما عارف الرد له والبصر من؟ قال من رد عليك بصرك؟ قال ربي. قال ولك رب غيري؟ قال ربي وربك الله. فالإيمان ده لما يخش القلب ما خلاص. قال فأخذه فلم يزل يعذبه أو يعذبه حتى دل على الغلام. عذبه لما قال له والله ده الغلام هو اللي وراني الدري ده بقى سبب. فجيء بالغلام فقال له الملك أي بني قد بلغ من سحرك. شوف طوالي وصفه لشنو؟ السحر. ما هو زول الزول دائما يا جماعه الكعب ده بيشوف عمل الناس شنو؟ كعب. وفرعون لما شاف موسى عليه السلام طوالي وصفه بشنو؟ بس لانه بيتعامل مع شنو؟ مع السحر. قال اي بني، قال له الملك اي بني قد بلغ من سحرك ما تبرئ الاكمه والابرص وتفعل وتفعل. فقال اني لا اشفي احدا إنما يشفي الله تعالى. فأخذه فلم يزل يعذبه
حتى دل على الراهب. قبيل الراهب قال له ولا تدل علي. قال حتى دل على الراهب فجيء بالراهب فقيل له أي للراهب ارجع عن دينك فأبى أي أن الراهب آثر الآخرة على الدنيا، قدم الآخرة على الدنيا فأبى. فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه، قلت له المنشار فوق مفرق الرأس محل الشعر بيتفرق، واحد قدام واحد بيجور النص. قال فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقه. فالناس اللي بيبتلوا كيف في الدين حتى هو بينشر فيه من الرأس، والله ده كان زمننا ده، بس من القضية يقول لا هذول كذا كيف خلي الرأس كله والجلد وصل لحد كله وشيله برا، قسموا النص إلا من رحم الله تعالى. قال فشقه، أيوة قال فشقه به حتى وقع شقاه، فشقه حتى وقع شقاه. ثم جيء بجليس الملك فقيل له ارجع عن دينك، ده كان مشكلته بصر بس، والله شفاه بقى ماسك في الدين أكثر من بصر من البصر. ارجع عن دينك فأبى. فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه. الجليس برضو ثبت لما انكتلوا قدام يعني كتلوا في وهو شايف مع الدفض شنو الغلام. ثم جيء بالغلام فقيل له ارجع عن دينك فأبى. فدفعه إلى نفر من أصحابه، الملك في كتيبة من الشرطة والجيش قال لهم سوقوه ارفعوه فوق الجبل. قال فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته، وبعضهم ينطق هذه اللفظة بضم الأول ذروته، حتى فإذا بلغتم ذروته أو ذروته يعني أعلى الجبل، فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. فذهبوا به، قال لهم يا من فوق رجع ولا أرموا من فوق. فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال اللهم اكفينيهم بما شئت. وهذه فائدة أن الإنسان يعتمد على الله ويتوكل على الله، قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو شنو حسبه. قال اللهم اكفينيهم بما شئت، فرجف بهم الجبل فسقطوا هون وقعوا، والغلام جماشي بكرعه مش مفروض يهرب يشوف لبلد، جتان إلى الملك لأنه عنده رسالة دار شنو دار يوصلها. قال فرجف بهم الجبل فسقطوا، وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك ما فعل أصحابك يا ذول؟ قال له وين الناس جماعة بتاعني ورسلتهم معاك بتاعنك برضو. فقال كفانيهم الله تعالى، الله كفاني مؤنة. قال فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به فاحملوه في قرقور، القرقور السفينة الصغيرة مركب صغير، وتوسطوا به البحر لما انتصلوا النصف، فإن رجع عن ديني وإلا فاقذفوه أي في وسط البحر. قال فذهبوا به فقال اللهم اكفينيهم بما شئت، فانكفأت بهم السفينة أي الصغيرة انكفأت بهم فغرقوا، وجاء يمشي إلى الملك وده علق له في خشب، المهم أو الله غايته نجاه، وده حديث صحيح في صحيح مسلم. فجاء يمشي إلى الملك تاني جراجع شنو للملك، فقال له الملك ما فعل أصحابك؟ فقال كفانيهم الله تعالى. فقال للملك إنك لست بقاتلي، والله قال له ما بتقدر عليه، إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به، كان نار تقتلني إلا بس الشيء اللي بقوله لك أنت. قال ما هو في رب يقول كلام زي ده؟
قال له ما هو؟ يعني الملك ذاته تحير، قال له ما هو؟ قال تجمع الناس في صعيد واحد في مكان واحد وفي وقت واحد، وتصلبني على جذع فوق الناس يشوفوني. قال ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس في وسط القوس، ثم قل بسم الله رب الغلام ثم ارمني. قال إلا تستعين بالله، بسم الله رب الغلام ثم ارمني. قال فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني، بس ما عندك مفر إلا دي. قال فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال بسم الله رب الغلام ثم رماه، فوقع السهم في صدغه أي بين عينه وأذنه، فوقع ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال بسم الله رب الغلام ثم رماه، فوقع السهم في صدغه، فوضع يده في صدغه أي الغلام أي والدم يسيل، ثم مات. فمات فقال الناس آمنا برب الغلام. والله قالوا معناه رب الغلام ده أقوى من الملك ده، الملك ده قبيل بجنود وما قدر على الغلام إلا يستعان بشنو؟ برب الغلام. فقال الناس آمنا برب الغلام، وهذا هو الذي يريده الغلام. فأتي الملك فقيل له، في واحدين تابعين للملك جو قالوا له أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس، انت خايف الناس يآمنوا وأسي الناس آمنوا. فأمر بالأخدود بأفواه السكك فخدت، أخاديد أمر بها فشقت الأرض إلى أخاديد. قال وأضرم فيها النيران، ولعوا فيها نار، وقال من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها، أو قيل له اقتحم، من لم يرجع أقحموه أدخلوه وألقوه في النار، أو قيل له أدخل النار. ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها، الناس كلهم الآمن وما رجعوا، أي واحد يا ترجع عن الدين ولا بنرميك في النار، ارموه يصبر. قال حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها، تقاعست كادت تجبن، وذلك بسبب صبيها خافت عليه. فقال لها الغلام يا أماه اصبري فإنك على الحق، أنطق الله شنو؟ الغلام وهو صغير، قال يا أماه اصبري فإنك على الحق، رواه مسلم هذا الحديث، وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة. قال ذروة الجبل أعلاه، وهي بكسر الذال المعجمة وضمها، ذروة أو ذروة، والقرقور بضم القافين نوع من السفن، والصعيد هنا الأرض البارزة، والأخدود الشقوق في الأرض كالنهر الصغير، وأضرم أوقد وانكفأت أي انقلبت، وتقاعست توقفت وجبنت. وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة جدا، وذكرنا بعضها في طياته في وسطه. ومن فوائده أن الإيمان إذا دخل إلى القلب وكان صاحبه صادقا فإنه لا يرجع إلا من كتب الله عليه الشقاوة، لكنه لا يرجع كما في حديث أبي سفيان رضي الله عنه قبل أن يسلم في صحيح البخاري في قصته مع هرقل. الأمر الثاني من فوائد هذا الحديث أن دعوة الله تعالى تنتشر، وهذه الدعوة انتشرت بعد موت الغلام، بعد موت الغلام، فلذلك الداعي إلى الله تعالى يكون على يقين ولا يستعجل النتائج، وإنما يبلغ ويذهب،
ويكون في تبليغه قاصدا وجه الله والدار الآخرة. إذا قصد أمرا من أمور الدنيا فإن دعوته تسقط، لكن لو قصد وجه الله والدار الآخرة فإنها تنتشر، وإن لم يرى هو انتشارها تنتشر ولو بعد موته. شكي الزول ما يستعجل، بل الإنسان لا ينظر إلى النتائج، لا يكون همه النتائج. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النبي ومعه الرهط، وفي لفظ الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، يأتي يوم القيامة وليس معه أحد. تخيل نبي مش دكتور ولا بروف ولا شيخ ولا داعية ولا طالب علم، نبي عادل بيجي جبريل عليه السلام. والأنبياء أسلوب طيب جدا، ما بحسن منهم في تبليغ الدعوة من البشر، وهم أعظم الناس إخلاصا وأحسن الناس سيرة. أنبياء دائما سيرتهم شنو؟ حسنة. والرسول كانوا يسموه الصادق شنو؟ الأمين، يوصفوه كذي. وصالح عليه السلام، يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. وهكذا، وشعيب عليه السلام، يا شعيب أصلاتك تأمرك، معناه شايفين، شايفين أنه ناس بعد سيرة حسنة، أسلوب طيب، وعندهم حجة، وعندهم إخلاص. وبعد ده قال لك يجي نبي يوم القيامة، بلغ الدين وما قصر، أمة كلها ولا نفر ما أسلم. شكيت شنو؟ تبلغ دعوة الله وترجو الأجر من منه؟ من الله سبحانه وتعالى. فهذا الغلام مات وآمن الناس بعد موته. وهنا فائدة، أن بعض التكفيريين يستدل بهذا الحديث على جواز العمليات الانتحارية التي يسمونها بالعمليات الاستشهادية زورا وبهتانا. شاب يلبس له حزام ناسف وقع في ناس اقتل نفسه ويقتلهم، وقال ده جهاد، ويقوم يستدل بشنو؟ بالحديث. وده ما فيه حجة. ليه ما فيه حجة؟ الوجه الأول على أن هذا الحديث ليس فيه حجة لهؤلاء الذين يعملون هذه العمليات الانتحارية التي يسمونها زورا بالاستشهادية، وهي مخالفة لشرع الله تعالى. الوجه الأول أن هذا الغلام ليس من هذه الأمة، وإنما من الأمم شنو؟ السابق. والله تعالى قال: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الأنبياء كلهم شريعتهم بتتفق في العقيدة، لكن في الأحكام بتختلف، دي واحد. لذلك العلماء بعضهم قال: شرع من قبلنا شرع لنا، لكن 200 إذا لم يخالف شنو؟ شرعنا. أما إن خالف شرعنا فليس بشرع لنا، لقول الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. دي واحد، دي الفائدة الأولى. الرسول قال: كان في من كان قبلكم، معناه ما من الأمة دي، الرجل الغلام ده واحد. اثنين، الوجه الثاني أن هذا الغلام لما قتل آمن الناس، فكان قتله فيه دعوة للناس إلى الإسلام وترغيب في هذا الدين، الإسلام بالمعنى العام يعني، الإسلام لله تعالى بالتوحيد إلى آخره. وأما هؤلاء الذين يقعون في وسط أولئك فإن في فعلهم هذا تنفير من الإسلام، صح ولا ما صح؟ داك رغب الناس في الدين، وقتله رأى الناس أنه مات مظلوما. وهؤلاء إذا ماتوا وقتلوا غيرهم رهبوا الناس ونفروا الناس من الدين، ده الوجه الثاني. الوجه الثالث أن الغلام لم يقتل نفسه، الغلام ده ما شال السهم ضرب نفسه، وإنما مبلغ أمره أنه أرشد الملك، قال له: ما بتقدر إلا تعمل شيء فلان.
أما هؤلاء فإنهم يضعون هذه الأسلحة بأنفسهم في أنفسهم. ده الوجه التالي. الوجه الرابع أن الغلام لما قتل فإنه لم يضر غيره. الغلام ده لما قتلوه قتل معاه ناس وضر ناس، وهذا إذا قتل نفسه قتل معه غيره، وأحيانا غيره يكون ليس من أهل القتل، بلاد تلقاه إسلامية يعملوا فيها تفجيرات زي ما أنتم تسمعوا الآن، ومرات يكونوا كفار لكن ما من المقاتلين. الكافر ذاته أنت اللي بتقاتله ياتو، الكافر المقاتل. أما الكافر الما مقاتل وفي بلد إسلامية وهو دخل بأمان أو معاهد من المعاهدين فإن هذا لا يجوز قتله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغدر الكفار، لم يغدر. وهؤلاء الكفار الذين كانوا في بلد الإسلام كاليهود كبعض اليهود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حال عدم نقضهم للعهد لم يقتل واحدا منهم، بل قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. والله تعالى قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب شنو؟ المقسطين. إن الله يحب المقسطين. الوجه الخامس أن القتال للكفار يتم بغير هذه الطريقة، يعني أنت النازل مجدار تفجر لو سلمنا إنه ذيل من المحاربين ومن الكفار، أنت النازل ما تشيل الغنبلة ترميها فيهم إلا أنت تقع فيها، إلا أنت تشيل نفسك وتقع فيها. قال الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال سبحانه ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وهذه الآيات استدل بها العلماء كالشيخ الفوزان على تحريم هذه العمليات التي تسمى بالاستشهادية وهي انتحارية. عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة لما كانوا يقاتلوا الكفار ما كانوا بيمشوا بمدوا رقبته للكافر يقول لا اقتلنا، كانوا هم بيشيلوا السيف ويشيلوا الحراب ويشيلوا السهام وكانوا يلبسون الدروع، وهذا كله من الأخذ بالأسباب. وقتل الإنسان ليس مقصودا لذاته، كون أنت تقتل ده ما مقصود لذاته، وإنما الجهاد لتكون كلمة الله هي شنو؟ العليا. عشان كده الكافر ده لما تصيب منه أنت لما تصيب منه أنت تؤجر، ما إلا يصيبك هو، أنت ذاتك لما تصيب منه الكافر لما أنت تضرب أو تسيل منه الدم أنت تؤجر على هذا. قال تعالى ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. وأوجه كثيرة هذه بعضها. طيب كذلك من فوائد هذا الحديث أن الله تعالى يبتلي العبد بقدر إيمانه، فإن هذه المرأة لما تقاعست خفف الله عنها وأراها من الآيات التي تدل على أن ما سارت إليه وما اختارته من الدين هو الحق، فأنطق الله لها شنو؟ الغلام، فقال يا أمي اصبري فإنك على الحق. طيب ومن فوائد هذا الحديث الاستعانة بالله والتوكل على الله، فإن الغلام كان يقول اللهم اكفينيهم بما شئت. ومن فوائد هذا الحديث أن الله تعالى قال ولا يفلح الساحر حيث أتى، قال وعن أنس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر. شكي النازل بيستثير عواطف الشباب وبغشون، يخطوا النصوص في غير موضعها، يحضروا الشاب لابتوب وروا مقطعين ثلاثة وفلان كتلون وناس فلان وهؤلاء وهو إلى آخره، بعد شوية يقول لا ده جهاد، والجهاد الشرعي عنده ضوابط. الجهاد الشرعي أول شيء لتكون كلمة الله هي العليا، اثنين الجهاد الشرعي
يكون تحت راية إمام حاكم. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه. الإمام ده جنة. شكرا رب العزة والجلال قال: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. إذا قيل لكم انفروا معناه الحاكم أول شيء بيستنفر الناس، بعد ذاك بيجي الجهاد، وبكون بإذن الجهاد لما تجي ماشي بلد تانية بكون بإذن من الحاكم وبكون بإذن من الوالدين، ففيهما فجاهد. أما الجهاد الما فيه إذن ده جهاد الدفع، مو جهاد شنو الطلب، يا الدفع ده الكفار بيجوا بهاجموا بلاد المسلمين، بعد ده انت شنو انت بتدافع، بعد ده ما داير إذن، لأنه ده جهاد دفاع دفع، فده أمره آخر. زول بيمش من هنا أمه ما راضية، أبو ما راضي، حاكم ما راضي، بيمش بتهريب، وبيمش الزول المشاو ذاته قاعد في البلد. انت لو حق وخير انت تقول للناس امشوا الجنة، وانت قاعد هنا وراكب برادو سيدي حلوها كيف يا جماعة، الزول راكب عربية برادو يقول له نطلع على المنبر وهؤلاء وثم إنهم وكذا، وتمشوا وهناك الحور تناديك ويمشي، وده قاعد هنا. الرسول لما يقول للصحابة صلى الله عليه وسلم الجهاد بيكون هو قدام، بيقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبدي المطلب، بيكون في نصهم قدام أو قدام ذاته، ده الجهاد الحق، لأنه على يقين إنه دربه ده حق الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن تقول له نمشوا وإنت قاعد، وتاني البعاد ونمشوا وإنت قاعد، وتاني أمشوا وإنت قاعد، بعد شوية يدخلوك منصب معين تلبد تقول ذات المواضيع دي خلونا منا، ده ما دين يا جماعة، نحن ما دان نخش في حاجة ما حقتنا، لكن الكلام يجر بعضه بعضا. طيب، فالناس تكون على بينة وعلى بصيرة من أمرها، لم نصبط الناس من الجهاد، لكن الجهاد الشرعي. وإلا الرسول عليه الصلاة والسلام لو الدين أصلا قتال ابتداء، الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان 13 سنة في مكة قاعد، والأصنام فيه والكفار فيه، الدين ده تبدأ بدعوة تبين للناس الحق. أنا أقول لهم أنا حاجة ما أجاهدوا الكفار، هم بيحضروا في المصارعة، المصارعة دي المصارعين دي شنو متكيفين منه ولابسين الفنيلة وبشجعوا فيهم وبحبون وصورهم في الركشات، هم بحبون كيف يقاتلون، أنا ما لما أوريهم أول شي الدين ووريهم الحق، بعد ذاك تاني نمش لشنو ندافع عنه وبالضوابط الشرعية. طيب، قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقالت: اتق الله واصبري، فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي، ولم تعرفه، لم تعرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك، فقالت: لم أعرفك، أي لما قلت لك هذا الكلام، فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. متفق عليه. هذا حديث أنا قال فوائد شنو ظاهرة، أن هذه المرأة لما مات ابنها حزنت، بل ذهبت عند قبره فقالت: اتق الله واصبري، أمرها بالتقوى، فيه أن صاحب العلم ينكر المنكر ويأمر بالمعروف، ينكر المنكر ويأمر بالمعروف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليها المنكر، قالت: اتق الله واصبري واصبري، وفيه أنه ينكر المنكر بالتي هي أحسن، فإنه خاطبها بأفضل أسلوب وبأحسن عبارات: اتق الله واصبري، فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. قال ابن عثيمين: وفي هذا العذر بالجهل، فإنها جهلت أن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك خاطبته بهذه الألفاظ.
ومن الفوائد أن الداعي إلى الله تعالى لا يلتفت إلى كلام الناس الذي فيه تنقيص له هو في نفسه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد عليها الكلام أو يزد لها الكلام، لم يقل لها أنا رسول الله وكيف تخاطبيني بهذا الخطاب وأنا بلغتك الحق و إلى آخره. أنت مشيت قد زول تقول له الصح كذا ينبذك، أنت ما تجاري وفي النبذ، أنت مش بلغت دعوة الله خلاص يتحمل بعدها. قال له كلام أنت يتحمل بعدها، أنت مش محلات كثيرة. مرة مشيت في الشعب واتكلم، واحد قال لي شايف وشك ده، ذكر لي لفظ أنا ما درسكم، بعدين قال لي 3 يوم بس وشك ده بيتغير، وذكر لي برضو كلام ماذا أقول، قال لي وبعدها طوالي، قال لي بعدها جهنم طوالي. أتقول ماسك الباب؟ والله قال لي جهنم طوالي، أنت بعدين تموت جهنم طوالي. ونسأل الله العافية، ونحن نخاف والله لا نأمن على أنفسنا ولا نعلم أي الدور ندخل يوم القيامة، لكن نسأل الله الرحمة ونخاف من عذاب الله. لكن زول من الزعل أنت تودي زول جهنم؟ أنت ما بحق لك زول في زمن زي ده، في زمننا ده بعد انقطاع الوحي تحكم عليه شخص إنه في جنة ولا نار. أنت بتقول الدرب ده بودي النار، والدرب ده بودي شنو؟ الجنة. لكن ما بتقدر تقول فلان في الجنة ولا فلان شنو في النار، دي دار وحي بغيب غايب عنك. طيب، فأنت تصبر وتحتسب وإن أسيء إليك. كذلك من فوائد هذا الحديث أن العالم لا يترفع ويعتزل الناس ويكون صعب الوصول إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرت المرأة بأن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم عادت إلى رشدها وذهبت ولم تجد عنده بوابين، ما لقت شنو الدخول عليه صعب، وإنما سهل أن تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم. مش تتنال منزلة معينة تبقى دكتور ولا غيره تاني تترفع على الناس والناس يفتشوا لك ما يلقوك ويتصلوا بيك تعال لنا المسجد الفلاني، ما تجي إلا مساجد معينة بتاعت ناس كذا وناس كذا إلى آخره، وإنما أنت شنو تكون متواضعا بين الناس. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تجد عنده بوابين، وإنما الدخول عليه كان سهلا صلى الله عليه وسلم. ثم الفائدة التي بعدها أن الصبر المحمود هو الذي يكون عند الصدمة شنو الأولى، جاءك الخبر إنا لله وإنا إليه راجعون، بعدك شنو اللهم أجرني في مصيبتي إلى آخره، فتصبر عند الصدمة الأولى. وليس معنى الصبر أنك لا تدمع عيناك إلى آخره، ده ما داخل فيه، قد تبكي قد، لكن شنو ما تتضجر، وإنما تتحمل وتعلم أن هذا من قدر الله، وتحبس التسخط فتصبر عند الصدمة الأولى، جاءك الخبر طوالي تكون ثابت، وتعلم أن هذه الدنيا ابتلاءات فيها ابتلاء. وفي رواية المسلم تبكي على صبي لها، أي على غلام مات وهو من أبنائها، متفق عليه. عشان كي إنسان يصبر خاصة عند الصدمة الأولى. قال لو عربي تكسر أقوى أصبر وأسأل الله يرد، قال لك ولدك مات، قريبك مات، فلان كذا، ما قد تتهجم، لكن شنو تثبت، تصبر عند الصدمة الأولى فتنال الأجر العظيم. وشوف الأحاديث الجاية دي. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وهذا من أجمل أحاديث هذا الباب، قال يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة، رواه البخاري حديث صحيح. الصفي قال ابن عثيمين من صفت مودته ومحبته كالقريب وكالصاحب،
زول صاحبك شديد أو زول قريب زول أنت بتحبه فجأة جاك الخبر قال لك فلان مات وأنت صبرت واحتسبت الأجر احتسبته عند الله تعالى ليس لك جزاء عند الله إلا الجنة وأعظم به وأكرم به من جزاء الجنة وإنسان يا جماعة معروف الكلام ده أول يوم وتاني يوم بيتألم تاني بعد فترة شنو خلاص الموضوع بيمشي أول يوم ده الدنيا تضيق به يقول خلاص الشغلة دي انتهت والدنيا ظلمت وتاني ما بتمشي لقدام والشغلة دي تاني يوم بتخف الشغلة تاني بعد فترة إلا يتذكر مرة ويحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. قال وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون قيل الطاعون ومرض بعينه وقيل الطاعون كل مرض فتاك مرض عظيم من الأمراض العظيمة. قال أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء زمان كان عذاب أما لهذه الأمة. قال فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين أو للمؤمنين عامة فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد رواه البخاري. يعني أنت في بلد إذا البلد الفلانية قال لك جاء الطاعون ما تخشها ما تدخلها زي ما في قصة عمر بن الخطاب مع رضي الله عنه مع أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه. لكن إذا أنت في بلد ونزل فيها الطاعون وصبرت واحتسبت كان لك مثل أجر الشهيد وهذا في أجر وفضل الصبر والاحتساب الصبر والاحتساب رواه البخاري. وإذا لو لاحظت دائما أو كثير بيقول لك الصبر والاحتساب صابرا محتسبا ما في ناس يصبر رجالة زاي بس ذكران بس لكن أنت تصبر شنو تحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى. قال وعن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة يريد عينيه رواه البخاري. زول هذا ماشي الله ابتلاه في البصر بقى أعمى صبر الله بعوضه الجنة. وناس كتارس الآن بعد يكبر في السن تلقاه شنو يبقى أعمى ولا يجيه مرض يأثر فيه في البصر تلقاه عنده سكري فجأة يبقى أعمى بقى أعمى ده يبتلى لو صبر قال لك عوضته منهما الجنة رواه البخاري. وعن عطاء بن أبي رباح وهذا كان من التابعين قال قال لي ابن عباس رضي الله عنهما ألا أريك امرأة من أهل الجنة فقلت بلى. قال هذه المرأة السوداء امرأة سوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع وهذه رسالة إلى النساء فقالت إني أسرع وإني أتكشف يعني عند الصرع يتكشف جسدي والعورة أو شيء من العورة. قال وإني أتكشف فادعوا الله تعالى لي أي أن يشفيني. شوف الصحابة ديل ناس على التوحيد ما بيقولوا لي يا رسول الله اشفني ولا بيقعدوا في بيتهم ينادوه صلى الله عليه وسلم بيجوب يقول له ادعوا الله لي ودي التربية الرباون على الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا توفيق الله لهم عرفوا التوحيد لم يكونوا يسألون غير الله تعالى وإنما إذا طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم طلبوا منه أن يدعو الله لهم لعلمهم أن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. فادعوا الله تعالى لي قال إن شئت صبرت
ولك الجنة. كان صبرت على الصرع دي والصرع لك الجنة. وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك. كان دار بسأل لك الله بعد ذاك الجنة قد تدخلي وقد شنو ماذا أنا ما بضمن لك، لكن شنو أسد بالوحي إن إنت صبرتي أنا ببشرك بالجنة. فقالت أصبر، وكنت فيها جنة أخير أصبر أصبر. فقالت إني أتكشف، خلاص مو الصرعة فيها جنة بصبر، لكن التكشف إني أتكشف فادعوا الله ألا أتكشف فدعا لها. متفق عليه، الصرعة فيها جنة خلاص بصبر، لكن بس لما تجيني الصرعة أدعو لي الله ما أتكشف، فدعا لها. متفق عليه، رواه البخاري ومسلم واتفقا على صحته. وهذا الحديث فيه فوائد، منها فضل الصبر، فإن هذه المرأة لما صبرت على هذا البلاء وهو الصرع فإن الله تعالى عوضها الجنة، أو إن الله تعالى من عليها بهذه البشارة في هذه الحياة الدنيا بالجنة. قال سبحانه وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وفيه من فوائد هذا الحديث أن نساء الصحابة كن حريصات على عدم تكشف الأجساد، فإن هذه المرأة معذورة بالمرض، ومع عذر الله لها ومع هذا فإنها حريصة على أن لا يتكشف شيء من جسدها. شكي المرأة تحرص. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، مميلات لغيرهن، مائلات أي هن في أنفسهن، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا. وفي رواية في هذا الحديث نفسه قال: رؤوسهن كأسنمة البخت. أسنمة جمع سنام، والبخت الناقة، رأسك لك فوق الشعر زي السنام ظاهر فوق. قال: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. وفي رواية: رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد مسيرة كذا وكذا. المرأة تحرص كل الحرص على الزي الشرعي وعلى الستر والعفاف. قال: وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموه، وهو يمسح الدمع عن وجهه يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. قول ابن مسعود رضي الله عنه: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كما ذكر ابن عثيمين رحمه الله تعالى فيه قوة حفظ هذا الصحابي، أي وهو يروي هذا الحديث كأنه الآن في حال روايته ينظر وهو يتذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول هذا الحديث، كأنه ينظر إليه الآن ويسمع كلامه، وهذا من شدة حفظه وضبطه لقول النبي صلى الله عليه وسلم. يحكي نبيا من الأنبياء، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. هذا النبي الذي حكى عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ضربه قومه فأدموه. ضربوه لما شنو؟ الدم سال. وهو يمسح الدمع وجهه يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، فإنهم لا يعلمون. لو كانوا يعلمون العلم النافع لما ضربوا نبيا من الأنبياء. وقوله اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، وهذا الحديث متفق عليه،
فإن القوم إن أسلموا فإن هذا النبي يرجو لهم المغفرة، أما وهم على غير الإسلام وعلى غير اتباع فإنهم لا يغفر لهم، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب، وهذا الحديث علاقته بالباب واضحة، أن هذا النبي مع ضرب قومه له ومع أنهم أدموا مع هذا يدعو لهم بالخير، وهذا فيه قمة الصبر. قال: وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق عليه. الوصب المرض. الدين ده من رحمة الله بالعباد أن المؤمن ما دام سائرا على الدين فإن أجره عظيم ومتجدد. قال: ما يصيب المسلم من نصب، أي تعب، كان جيت تعبان، تعب واحد، طالما تعبت في شيء مباح، ما في شيء محرم، التعب ده ما في شيء مباح، ما في شيء محرم، مش تعبت لك في درب بتاع معصية. ما يصيب المسلم من نصب، تعب واحد، ولا وصب، اثنين مرض، ولا هم، الهم على ما يستقبل، شايل هم لحاجة قدام، ولا حزن، الحزن بفتح الزاي الشدة، بفتح الزاي والحاء الشدة، والحزن، الحزن بضم الحاء هو الألم الذي يكون في القلب على تذكر شيء ماضي، شيء ماضي انت تذكرته ده حزن، وشيء المستقبل ده هم، والغم ده الحاضر، ديل ثلاثة: الحزن على الماضي، والهم للمستقبل، والغم لشنو؟ للحاضر. قال: ولا أذن ولا غم. ولا أذن، والأذى أنواع، في أذى في الجسد وفي أذى باللسان، لن يضروكم إلا أذى، يعني كلام باللسان. قال: ولا غم حتى الشوكة يشاكوا، لو طعنتك شوكة. قال: إلا كفر الله بها من خطاياه. مش ده دين عظيم؟ حتى الشوكة يشاكوا، وهذا من رحمة الله تعالى، إلا كفر الله بها من خطايا. متفق عليه. الإنسان يصبر على هذه الابتلاءات ويكفر الله خطاياه. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، أي في مرضه الذي مات فيه، فقلت: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، كما يوعك رجلان منكم. قلت: ذلك أن لك أجرين، أنت ابتلاءك شديد عشان عندك أجرين، عندك أجران، ذلك أن لك أجرين. قال: أجل، قال: أجل، ذلك كذلك، أي ذلك الابتلاء والوعك الشديد لأني لي أجران. قال: ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها. متفق عليه. والوعك مغث الحمى، وقيل الحمى للتخفيف، الشدة اللي بتجيك لما تجيك حمى والتعب. شوف، وكون الإنسان يقح ويدعب من الحمى أو الحمى، فهذا فيه أجر، فيه تكفير للسيئات. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث فيه فوائد، إنه الابتلاء فيه فوائد، منها أن الابتلاء ترفع به الدرجات وتحط به شنو؟
سيئات. في ناس عندهم سيئات الابتلاء يحط السيئات، وفي ناس الله غفر لهم، الرسول عليه الصلاة والسلام الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع هذا يبتلى. لأن الابتلاء فيه رفع لشنو؟ الدرجات، وهو فيه أجر. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصب منه، في الحديث الثاني ذاك يفقهه في الدين، ذاك في البخاري ومسلم، ذاك حديث معاوية رضي الله عنه، لكن حديث أبي هريرة في البخاري هنا قال من يرد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصب منه. وضبطوا يصب بفتح الصاد وكسرها، بفتح الصاد يصب منه، ويصب مبني للمجهول، وهنا معلوم، وهو أن الله تعالى يبتليه. ويصب بالكسر أي يصب الله تعالى منه، أي من هذا العبد، فتقطع يده أو رجله أو إصبعه، أو يبتلى بالأمراض أو بالأموال في ماله، مهم هو يبتلى، هذا علامة على أن الله أراد به شنو؟ خيرا. والرسول عليه الصلاة والسلام أفضل الناس، ومع هذا يجوع، ويمر الهلال والهلالان، ولم يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لم توقد نار، ويأتي الضيف فيطوف على نسائه صلى الله عليه وسلم 9 نسوة، تخيل يطوف 9 بيوت فلا يجد تمرة يكرم بها الضيف، تمرة واحدة ما يلقى. فهذا كله من الابتلاء الذي مر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة الدنيا. عشان كذي اتهمت ما تشوف فلان تقول الله ده الزول الله بريده، عشان كذي يقول لك ده عنده براده الله راده، يا زول والله بيقولوا كذي، وفلان مفلس وده ما يقول لك ده الله غضبان عليه، انت ما معروف انت شغله دي ما كذا. الله قال فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن، واما اذا ما ابتلاه فقدر ضيق فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا، كلا كلا ليس كما يظن بعض الناس وكما يعتقد بعض الناس. لذلك الانسان إذا كان في نعمة وهو يعمل بالطاعة هذا ابتلاء يشكر الله عليه، وإذا كان في فقر وهو يعمل بطاعة الله ومع هذا هو في الفقر فهذا ابتلاء يصبر وينال الأجر العظيم. قال وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه. مو وش تجيك مصيبة تقول الله يقتلنا، بكرة تجيك نعمة تقول الله يطول عمرنا، الناس كذي. قال فإن كان لابد فاعلا، لو وصلك دار تدعو بالموت خلاص ما عندك بس دار تدعو بالموت أي. قال فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، أي أحيني ما دامت هذه الحياة أنت تعلم أن الخير لي في البقاء، لأنك لا تعلم الخير في الحياة أو في الموت، يعني من نفسك أنت، فلذلك تقول وتفوض أمرك لله تعالى لأنه هو الذي يعلم ما يصلحك، إن كان الذي يصلحك البقاء أبقاك، وإن كان الذي يصلحك الموت فينجيك الله تعالى من بعض الفتن التي لا تستطيع الصمود أمامها وتوفيق عندها أو لا توفق، فإن الأفضل أن تموت وأنت لا تدري، فتقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. ما تقول يا الله تقتل النساء انت قيد، قول اللهم أحيني، ده لو احتجت للدعاء، اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة شنو خيرا لي.
قال: وعن أبي عبد الله خباب بن الأرت رضي الله عنه. خباب هذا كان يبتلى رضي الله عنه، وكانت مولاه تأتي بالحديد تجيب السيخ فتضعه على النار حتى يحمر. قال: فما يطفئه إلا شحم ظهري، ترقد في الحديد لما يطفي، وهذا من الابتلاء. قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة. رسول قاعد في ظل الكعبة ونحن جينا وشكينا له. فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تستنصر أي ألا تطلب لنا النصر؟ ألا تدعو لنا؟ لأنهم يعلمون أن النصر من عند الله، وما النصر إلا من عند الله. ألا تدعو لنا؟ فقال أي الرسول عليه الصلاة والسلام: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها في هذه الحفرة، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، بالحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه بعد ده يكون صابر. يعني الذين من قبلكم ابتلوا فأنتم اصبروا كما صبروا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ليتمن الله هذا الأمر، أي هذا الدين وهذه الدعوة، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله. يعني لا يخاف قطاع الطرق ولا الاعتداء من الناس. قال: لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. لكن بشر ما بخاف منه، إلا ده بخاف من الحيوان ده على شنو؟ على الغنم. ولكنكم تستعجلون، أي اصبر اصبر. رواه البخاري. وفي رواية: وهو متوسد بردة وقد لقينا من المشركين شدة، أي لما لقوا من المشركين شدة أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نكتفي بهذا القدر، وإذا مد الله في الآجال ووفق نأتي ونواصل.